صوت جميل جدا وتاريخ مشرف، وغنيت أغنية يا مشامة. سويت بحالي، صعدت الناصي ونزلت العالي. يعني أنت عندك غيرة اليوم أكثر من بقية الفنانين؟ اللي يشوف عراقية توقع هذا ما يتحرك ضميره. باعوك هواية؟ هاي مال صمون 10,000 هسه، هم أكثر من ماجد المهندس يمكن يسمعوا. فوت بيها وعزل مخليها نهاية نظام صدام حسين. أنا ما أتندم على أي عمل سويته، ما أستحي أحد الأوسمة اللي أتشرف بيها إنه أنا غنيت هاي الأغنية. قلبي وجاني حبيب شبيك لما ذكرتك وقف قلبي. مع ماجد المهندس تعمل؟ ولو يصير هسه حتى كاظم ما سوى. الملحن الكبير علي بدر، ليش ما جاي يشوفكم مع بعض بعمل فني؟ يعني أحد الأشخاص اللي خليت حاجز بيني وبينه. يا من يعز علينا أن نفارقه، يا من يعز علينا.